نادي من الجزيرة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني سلطان بن محمد الوهيبي. الله عملاق المضمرين، تك تك الشوط تك تك. الله 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 الله، هي الجزيرة، الجزيرة العربية، رياضة عربية من أصل هذه الجزيرة تحتمل هنا المقدمة، تعلن هذا الاندفاع، تعلن أن الكأس العنابي لونه عنابي، الكأس المفتوح يحمل أيضا سلام يا الدوحة، سلام يا هذا الشعار، سلام أيها المتحدي دائما في كل المناسبات. الله 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 الله، الجزيرة الجزيرة، تهانينا والناموس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. شكرا عملاق المضمرين، شكرا عنابي، شكرا يا الدوحة، سلام يا الدوحة سلام. المركز الثاني دوما في المركز الثاني سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، الوجبة في المركز. ستمائة متر هيلمان هيلمان، كأس المحليات، جذور الأصالة والهجن العربيات، هذه هيلمان وهجن سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بطل البطولات في كل شيء في كل المشاركات، فخر الأجيال كان أحد شهودي هذا البطل. يا سلام، العاصفة العاصفة العاصفة، كأس المحليات لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، بطلي فخر الأجيال برفقة والده سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. أزف التهاني إلى مقامه الكريم، أزف التهاني لك يا حمدان بن محمد، تهانينا. هيلمان هيلمان، يا سلام. المركز الثاني هجن العاصمة، تتواصل غرور في ثاني المراكز، ثالثة الخامس هملول، ولكن المقدمة مشاهدينا الكرام مع نسناس، غير نسناس الآن، هب نسناس على الصدارة وعلى المقدمة، نسناس مع البندقية، مع البندقية الذهبية. الله الله الله، أقوى أشواط القعدان يسير مع العاصفة، يسير مع هجنها، يسير مع هذا النسناس، هذا النسناس. الله يا سلام. إذن هنا المقدمة، المقدمة مع نسناس، نسناس مع البندقية، نسناس مع الرم. سلام نسناسي، سلام السلام نسناسي. الله يا نسناس، نسناس إذن يضيف الرمز الآخر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وترشيحك يا بن غراب ما طاح التراب، رقم واحد نسناس، الرقم واحد النمبر ون نسناس. تهانينا لهجن العاصفة المركز الثاني، كان من نصيب متعب لهجن الرئاسة المركز الثالث هملول لهجن ميدانها. يا سلام، والخوف هنا قادم من التزام، التزام وأثاره. يا سلام، المعركة شديدة، المعركة طاحنة بين أثاره وبين التزام، أثاره والتزام، اللحظات الأخيرة، اللحظات الحرجة. يا سلام، المعركة طاحنة، أثاره، التزام، التزام تغير وتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بقيادة المضمرين سلطان بن محمد الوهيبي عملاق المضمرين. يا سلام يا سلام، يا التزام، التزمت بالشوط. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على فوز التزام بالمركز. اللحظة، حتى هذه اللحظة الناموس قطر حمر، حتى هذه اللحظة مع المستحيل، مع المستحيل. والمركز الثاني أيضا القادم، القادم مع المركز الثاني الريان بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ولكن الفوز رياسي، الشعار يعرف صوتي جيدا وأتى بالناموس. تهانينا هجن الرئاسة، تهانينا للمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري على فوز مستحيل الذي لم يذق طعم الهزيمة. المركز الثاني، المركز
سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، ولكن أعود مع مقدمة الشوط، أعود مع محطم اللي انطلق وسيطر وتزحم هذا الشوط. بالفعل ها هو محطم لازال مسيطر وقائدا لزمام الأمور. يا سلام، انطلق محطم مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس لهجن العاصفة على هذا الانطلاق المتميز وبهذه الانطلاق، ثلاث نقاط في هذا المساء. بالفعل هذه الانطلاقة لمحطمة وصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس، تهانينا لهجن العاصفة بفوز محطم بالفعل في المركز الأول تاني والناموس المركز. عن النقطة الأخرى، عن النقطة الثالثة في هذا المساء، الله 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 الله، غير تامة على الصدارة على المركز الأول لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. هناك عملاق المضمرين سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ما شاء الله من قدم لنا الجزيرة في الكاس المفتوح، يأتي مع هامة في هذا الشوط بالاندفاع المباشر 200 متر النهائية والأخيرة لتعلن هذا الانطلاق وتعلن بأنها بطلة هذا الشوط. تهانينا وناموس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني على هذا الفوز، والتهنئة موصولة لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الثاني، وصلت الحذرة ليجن الرياس المركز الثالث، وصلت الوجبة لسعادة الشيخ القعقاع. والطيران من لمسة أيضا لسعادة الشيخ القعقاع، ولكن الغارية سلام لشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. تحية واحترام لهذا الشعار، شعار الكاس، شعار الجزيرة. مشاهدينا الأعزاء، تنتزع في هذه اللحظات بالمركزين الأول والثاني ليتألق هذا الشعار، شعار سعادة الشيخ القعقاع، وسجلوا النقطة الرابعة، دونوها واكتبوها في هذا المساء لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. تهانينا والناموس على هذا الفوز، وعلى أيضا انتزاع النقطة الرابعة في هذا المساء. تهانينا للمضمر سالم بن فاران المركز الثاني، شديدة لسعادة الشيخ القعقاع. نتابع الماهر اللي انطلق بناموس هذا الشوط، بعد المسافة اسم على مسمى الماهر، وهو ماهر بانطلاقته المتميزة، اسكرك المستحيل مع الاداء المتميز اللي قدم الماهر. تهانينا من الاعماق لهجن الرياسة، والتهاني لراشد بن محمد بالسم المنصوري، يتلى المرة الثانية على التوالي في هذا المساء جميل لهذا الشعار الغالي على قلوب الجميع. تهانينا لهجن الرياسة، والتهاني لراشد بن محمد باسم المنصوري، ومشكور يا المستحيل على الأداء المتميز اللي قدمه الماهر، بينما اللي وصل مع شاهين مسعر الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني بقيادة سلطان بن محمد لوهيبي، ولكن نعود إلى مشوش وأرى هنا الفاتن ومشوش، والتحدي بدأ في هذه اللحظات بين الفاتن وبين مشوش، واللحظات الأخيرة هنا الفاتن ومشوش والفاتن في صراع على المقدمة، والفاتن يتسلل على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. تهانينا لهجن الرئاسة على هذا الفوز الجميل لفاتن، تهانينا لمبارك بن أحمد بن مايد الدخيلي على هذا الفوز الجميل. مشوش في المركز الثاني من هجن العاصفة مهملولة في المركز الثاني لاسمه الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس لينيبي، ولكن شوف الدوحة الدوحة بدأت تتسلل من جانب اليمين، تنطلق إلى مقدمة الشوط الدوحة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. سالم بن فاران الذهبي مع التضمير، مع هذا الاندفاع ومع هذا الانطلاق، ولكن عادت مرة ثانية العنود والدوحة العنود والدوحة. الله يا الرقص
الدار الأخير، الدوح الدوح، العنود العنود، الدوح والعنود، يا السلام يا السلام، شوف العنود، العنود لهجن الرئاسة، العنود لهجن الرئاسة، والدوح الدوح، الدوحة ولا العنود، بنشوف الثنتين، الدوحة تنتزع المركز الأول ولا العنود بناخذ المركز الثالث، المركز الثالث من الصدارة الآن على المركز الأول، غيرت الوجبة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، بينما المغمر الذهبي سالم بن فاران المري، وهنالك الوجبة، هنالك السلام، هنالك تحدي من مرحبا، ولكن نشاهد الآن سلام للعاصفة، سلام سلام، ونشوف مرحبا قادمة، مرحبا بمرحبا، مراحب بمرحبا، أهلا وسهلا، ولكن سحابة سحابة، مري علينا يا سحابة وامطرينا يا سحابة، انطلقت سحابة الآن لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني لتنتزع النقطة الخامسة، تهانينا والناموس، بينما هنا في المركز الثاني سلام، المركز الثالث مبكرا، والتحديات التحديات مستمرة، وهملوا على الصدارة، هملول على مقدمة هذا الشوط، ولكن بوتسوغان بوتسوغان تحاول 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 محاولات جدية، ولكن هملولة تسير مع الخط المستقيم إلى خط النهاية بهذا الشعار، شعار الرئاسة، وبقيادة علي بن يمي اللوهيبي، من يتابع من يتابع، انطلاقة هملولة قفلت على مجريات هذا الشوط، تهانينا لهجن الرئاسة، والتهاني لعلي بن يمي اللوهيبي هيبي، مشكور مشكور يا مشكور يا ظافر، المضمرين هذه لحظات وصول هملولة إلى خط نهاية المركز الثاني، بوتسوغا لسمو الشيخ سعيد، طابعا في فوز هذا الشوط وفي هذا الانتصار، 400 متر النهاية والأخيرة بكل أريحية، هناك طماع على الصدارة، طماع على المركز الأول لهجن الرئاسة، على الصدارة على المركز الأول، يقدم هناك مبارك بن أحمد المايد الخيالي ليذهب مع طماع ويرافق طماع حتى خط النهاية مع 200 متر النهاية، الله الله الله، تهانينا تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، والتهنئة موصولة لمبارك بن أحمد بن مايد الخيالي على هذا الفوز وهذا الانتصار ولحظات وصول طماع هنا عند خط النهاية ليعلن هذا الفوز وهذا الانتصار، تهانينا ناموس، المركز الثاني لقحيدي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد الخليفة الهاني، المركز الثالث لموادع صدارة الشوط، رعبوب مسيطر رعبوب مسيطر، يسابق الهبوب في المركز الأول، لكن الله الرامي قادم، الرامي الرامي ورعبوب، اللحظة الأخيرة، من يختتم السباق، من يحقق آخر أشواط هذا المساء، من يسجل اسمه بحروف من ذهب ليسدل الستار على آخر أشواط اللقاية في هذا الموسم في ميدان المرموم، الله تهانينا الهجر الرئاسة، اللحظة الأخيرة اللحظة الأخيرة، لكن هنا خلاص ينطلق رعبوب ليهدي هجر الرئاسة هذا الفوز وهذا الانتصار، مشاهدينا الكرام تهانينا كذلك المضمر مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي، المركز الثاني الرامي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، المركز الثالث